أختم الحديث أيضا بمشهد آخر من المشاهد السياسية حتى تعلمون أن التاريخ يعيد نفسه. الأندلس على سبيل المثال، الأندلس مرت بمرحلة من المراحل المظلمة الحالكة، كانت تسمى بمرحلة ملوك الطوائف. وإذا نظرنا إلى واقع الأمة الإسلامية اليوم سنجد أنها تعيش هذه المرحلة، مرحلة ملوك الطوائف. الحاصل أن ملوك الطوائف هؤلاء كانوا عبارة عن قبائل، كل قبيلة مسيطرة على بقعة، كل قبيلة مسيطرة على المدينة، وكانوا يتقاتلون مع بعضهم البعض. كان ملك الأسبان يسمى ألفونسو. ماذا كان يفعل ألفونسو؟ كان يذهب إلى أمير من أمراء الطوائف، أمير طليطلة مثلا، ويقول له إيش رأيك تهجم على قرطبة وأنا أدعمك بالجيوش. فيذهب فيهجم على قرطبة. قرطبة ماذا تفعل؟ تستغيث بمن؟ تستغيث بالألفونسو عشان يحميهم من شر أخوانهم. وهكذا كان يضربهم على بعضهم بعض، وفي نفس الوقت يدفعهم كان جزية. في واحد يوم أيضا يدفعهم، زين يدفعهم كان جزية. إذا تريدني أن أحميك ادفع، إذا تريدني لا أهجم عليك ادفع. فكان يدفعهم مبالغ باهظة ترهق الرعية، لأنه يذهب إلى التجار ويذهب إلى الفقراء والمساكين فيدفعهم أموال. وهكذا استمر على هذا النحو. المهم ألفونسو مل، قال أنا مللت من هؤلاء الملوك الجبناء وعلي أن أطردهم نهائيا من الأندلس. طبعا في شيء في التاريخ الأندلسي يسمى حرب الاسترداد، وهو أنه الأسبان أرادوا أن يستردوا أسبانيا كلها والبرتغال، فقام بهذا الحرب. الحاصل أنه ألفونسو حاصر قرطبة وكان عليها ابن عباد المعتمد بن عباد، لذلك يقول ابن خفاجة أسماء معتمد فيها ومعتضد كالهر يحكي انتفاخا ثورة الأسد أو صولة الأسد، فيسمي نفسه المعتمد والمعتضد وغيره مثل ملوك بني العباس. ملوك بني العباس كانوا أقوياء، يعني لم يكونوا ضعفاء إلى هذا الحد. الحاصل أنه حاصر قرطبة شهرين، ثم أرسل رسالة إلى المعتمد بن عباد يقول له في الرسالة ابعث لي بمروحة أطرد بها الذباب فإني قد تعبت من الحر. فقال له سأرسل لك مروحة من مراوح المرابطين. المرابطين كانوا يسيطرون على شمال أفريقيا كله، السودان ومالي له، وكانت دولة دولة زهد وتقوى وورع، يقودهم شخص يسمى يوسف بن تاشفين. الحاصل انه لاحظ هنا 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 تأتي الاستشارة. اجتمع المعتمد بن عباد مع وزرائه ومستشاريه وقال لهم بماذا تشيرون علي؟ هذا محاصرنا وانا لا اقوى على حربه. قال واحد يا امير المؤمنين ندفع الجزية ونزيد. قال الشعب لا يتحمل. قال له واحد يا أمير المؤمنين لماذا لا تستنجد بيوسف بن تاشفين في المغرب؟ خليه يساعدنا يعني ما نستطيع. وبعد أخذ ورد قرر في لحظة أن يستنجد بالمرابطين، وقال قولته المشهورة لئن أرعى جمال مرابطين خير لي من أن أرعى خنازير ألفونسو. فأرسل رسالة إلى يوسف بن تاشفين، فدخل يوسف بن تاشفين بجيوشه إلى الأندلس يعني خطط المعركة بثلاث خطط. الخطة الأولى أنه أدخل معه الجمال، وكان أهل الأندلس لا يعرفون الجمال، فلما شافت الخيل الجمال فزعت. الخطة الثانية استخدم الطبول في الحرب، فلما كانت تقرع طبول الحرب هذا الشيء خلع قلوب النصارى. الثالث أنه قسم جيشه إلى ثلاثة أقسام، قسم كان يحارب مع معتمد بن عباد، وقسم أحاط بين النصارى من الخلف، وقسم كان بقيادة يوسف بن تاشفين. هجموا على النصارى وكادوا أن يقتلون ألفونسو نفسه، طعنوه طعنة بقى فيها بتلك الطعنة يعرق إلى أن مات. هزم النصارى في هذه المعركة وكانت معروفة تاريخيا باسم معركة الزلاقة. استمرت الأندلس في يد المسلمين 450 سنة بفضل أنه ماذا؟ أنه لم يسمع بقول أولئك المنافقين الذين كانوا يقولون له يا أمير المؤمنين يعني ماذا عن استنقب وخلينا نفرض ضرائب على الشعب. لما رفض هذه المشورة وقرر الاستنقاد
بالموابطين بقيت الأندلس في يد المسلمين 450 سنة. هذه حادثة، لكن إن في التاريخ لعبر. هذه مقولة قالها عبد الله بن الأحمر. من هو عبد الله بن الأحمر؟ طبعا لما انتهت دولة مرابطين قالت دولة الموحدين، ثم عادت مرة ثانية الأندلس إلى طوائف. آخر طائفة كانت طائفة بنو الأحمر، هؤلاء كانوا ملوك غرناطة. غرناطة هي آخر ما سقط من الأندلس بيد الأسبان. في تلك الأثناء حاصر فرناندو ملك إسبانيا اللي هو يكون جده هذا ألفونسو وزوجته أزيبيلا، حاصروا ماذا؟ حاصروا غرناطة. كان يحكمها واحد اسمه عبد الله، ملقبين بابن الأحمر، هم الذين بنوا الحمراء وما شابه ذلك. فهذا قال له فرناندو سلمني غرناطة. طبعا رفض، فعقد اجتماع وحاط نفسه بالمستشارين، وإيش رأيكم نسوي؟ ها؟ واحد من المستشارين الصالحين قال له يا مولانا دعنا نستنقد بالسلطان محمد سلطان المغرب، ذيك الأيام كان يسمى باي يعني سلطان المغرب، دعنا نستنقد بالسلطان محمد سلطان المغرب لأننا لا نقوى على حرب فرناندو هذا أبدا. قال لواحي إن في التاريخ لعبر، المعتمد بن عباد من 450 سنة يستنقد بالمرابطين ثم ما خرجوا من الأندلس نهائيا، بقى مكانه في الأندلس. تريدنا نكرر نفس الغلطة مرة ثانية ويطردونا من الأندلس؟ فرفض هذه الاستشارة، وبسبب هذه الرفض هذا دخل فرناندو غرناطة وارتكب المجازر في المسلمين، ارتكب المذابح. حتى أن نابليون لما دخل إسبانيا واحتلها وجد تحت الأرض سجون، السجون هذه فيها هياكل عظمية اللي مربوط واللي مخنوق واللي عاد خلاص يعني من مكانهم هناك تحت الأرض كانوا يعذبون، وأغلبية الساحقة كانت من المسلمين، وكثير من المسلمين هرب وهو يقطع البحر من إسبانيا إلى المغرب، مات في الطريق، ومنهم من غرق. وذهبت الأندلس بسبب المستشارين الذين كانوا يحيطون بعبد الله بن الأحمر هذا. عبد الله بن الأحمر هذا لما خرج من الأندلس بكى، فقالت له أمه ابكي مثل النساء على ملك لم تحافظ عليه،